السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع حل أسئلة الوحدة الثانية، تطور الفكر الإداري. نبدأ مع السؤال الأول: كيف ستستفيد من تصنيف سلم حاجات ماسلو لو كنت مديرا في إحدى المؤسسات الفلسطينية؟ أستفيد من تصنيف سلم حاجات ماسلو من خلال التعرف على الحاجات الإنسانية لدى العاملين ومدى الإشباع لدى كل عامل من العمال، والاستعانة بذلك عند عملية التحفيز، حيث يتم تحفيز كل عامل واستثارة الدافعية لديه من خلال التركيز على إشباع تلك الحاجات، كل حسب أولوياته وحاجاته الغير مشبعة، حتى يحب العمل الذي يقوم به وينتج أفضل إنتاج، بل ويبدع العامل ويبتكر في عمله. الفكرة باختصار: نبحث عن كل حاجة من احتياجات العمال ونحاول أن نعززها عن طريق التحفيز لكي ننمي عنده الدافعية في العمل، فهذا يؤثر فيه الحافز المادي وهذا يؤثر فيه الحافز المعنوي لكي نستثير دافعيته باتجاه العمل. هل هناك مدرسة مثلى تستطيع أن تطبق أفكارها وحدها في إدارة منظمات الأعمال؟ ولماذا؟ لا يوجد هناك إدارة مثلى يمكن تطبيق أفكارها وحدها والاستغناء عن بقية المدارس الإدارية، لأن منظمات الأعمال تختلف في طبيعة عملها والظروف البيئية المحيطة بها التي تتغير من زمن إلى آخر، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على أفكار محددة، بل يجب اختيار ما يناسب المؤسسة والبيئة المحيطة بها والعصر الذي تعيشه. وهذا رأي المدرسة الموقفية التي ترى أنه ليس هناك مدرسة إدارية يمكن تطبيقها باستمرار في مختلف الظروف وعلى كل أنواع المنشآت، إنما يجب التعامل مع هذه والنظريات بناء على الظروف والأوضاع التي تعيشها المنظمة. إذن لا يوجد مدرسة إدارية مثالية، لأن كل مدرسة من المدارس ركزت على جانب وأهملت جانبا آخر، إلا أن المدرسة الموقفية ركزت على غير ذلك. فالمدرسة الموقفية رأت أنه لا يوجد مدرسة إدارية يمكن تطبيقها باستمرار، إنما يجب التعامل مع هذه والنظريات بناء على الظروف والأوضاع التي تعيشها تلك المنظمة. ما الدور الذي لعبه فريدريك تايلور في إثراء المفهوم الإداري؟ أولا، إحلال الأسلوب العلمي محل الحدث والتخمين، وقام بعمل دراسة الحركة والزمن. كلما كان الإنسان يعتمد على أرقام حقيقية يعتمد ويقيم تقييم موضوعي، كلما كانت النتائج مبهرة ونتائج تحقق إنجازات عظيمة للمؤسسة. لماذا؟ لأنها مبنية على أسلوب علمي وليس مبنية على التخمين. اختيار العاملين الأكفاء وتدريبهم وفق أسس علمية، وهذا يثري المؤسسة بالتخصصية، الاستفادة من تخصصية العمل. تعاون الإدارة والعاملين على تحقيق أهداف العمل، لأن الكل يتبنى فكر المؤسسة والكل يتبنى الأهداف التي تعيشها هذه المؤسسة. تقسيم العمل وتوزيع المسؤوليات، بحيث تتولى الإدارة مسؤولية التخطيط والإشراف ويعهد إلى العاملين مسؤولية التنفيذ. دفع الأجور على أساس عدد الوحدات المنتزة. الآن إلى السؤال الرابع: ما هي أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها بعد عمل تجارب هوثرون؟ طريقة الإشراف على العامل تؤثر في شعوره اتجاه العمل، وبالتالي ينعكس على إنتاجيته، وينبغي ألا يكون الإشراف مقتصرا على مجرد إصدار الأوامر، بل يجب أن يقوم على أساس من التفاهم المتبادل. لماذا؟ لأننا نتعامل مع إنسان، لا نتعامل مع جماد فقط في المؤسسة. وإن كان البيئة المادية متوفرة، إلا أن الموارد البشرية هي تعتبر رأس المال البشري في داخل المؤسسة. الحرية التي يتمتع بها العامل لتحقيق الهدف المحدد له تعد من أهم الدعامات التي تحفزه على بذل أقصى جهد في عمله، حيث يترتب على ذلك ارتفاع في الحالة المعنوية وإحساس كامل بالمسؤولية اتجاه هذا العمل.
لذلك كلما تمتع العامل بحرية وشعر بمسؤولية وتحمل ازدادت ثقة بنفسه، وبالتالي زاد من انتمائه للعمل. العمل الجماعي يؤتي أثرا فعالا إذا ما ساد الشعور بالانسجام بين أعضاء الجماعة. كلما كان هناك انسجام بين أعضاء الجماعة، بين أعضاء فريق العمل، كلما زاد تماسك هذا الفريق، مما تزداد الانتاجية في العمل. الدافع المادي لم يكن وحده السبب في زيادة الانتاج، بل إن الحالة النفسية للعاملين تؤثر أيضا في زيادة الانتاج. كلما تحسنت نفسية العامل نتيجة التوجيه إليه ونتيجة الممارسة العملية الإدارية مع هذا العامل، فإن هذا العامل تتحسن انتاجيته. هناك دور لا ينكر للتنظيم غير الرسمي على إنتاجية العاملين، بعكس مبادئ المدرسة العلمية. فالتنظيم الرسمي هو بمثابة عملية تعزيز للعلاقات الاجتماعية، وإن كان له أثر سلبي أحيانا على بعض المؤسسات، إلا أن هذا إذا ما حسن استغلال التنظيم الغير رسمي فإنه يقوي من العلاقات الاجتماعية بين العاملين، ويرفع من الروح المعنوية باتجاه العمل، ويزيد من انتماء العامل إلى مؤسسته. السؤال الخامس: وضح خصائص البيروقراطية. تعزيز العلاقات الرسمية في العمل، تقيم العمل اللي هي تجزئة الوظائف إلى مهام ونشاطات مبسطة وروتينية، قواعد وإجراءات رسمية، قواعد وإجراءات مكتوبة ونظم عمل يخضع لها جميع أفراد المؤسسة، الاختيار على أساس الجدارة، اختيار الأفراد وتوظيفهم على أساس الكفاءة، أي على أساس الشهادات وما يمتلك من الإنسان من مهارات، وليس على أساس الصداقة وصلة القربة، التسلسل الهرمي، تنظيم المناصب وتحديد سلسلة الأوامر والمستويات الإدارية لكي يعرف كل واحد منهم ما هي حقوقه وما هي واجبه. الآن إلى السؤال السادس: لخص أبرز إسهامات الحضارة الإسلامية في الفكر الإداري مع طرح أمثلة. المجال الإداري التخطيط، كما حدث في الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، وكذلك الفتوحات والانتصارات التي حققتها الدولة الإسلامية، والاعتماد على مبدأ الشورى مما أتاح المشاركة في عملية اتخاذ القرار. التنظيم، الانتقال من المركزية إلى اللامركزية في الحكم، وتقسيم الدولة إلى ولايات، وتعيين حاكم على كل ولاية، واستحداث المناصب الإدارية الجديدة مثل نائب الخليفة وقاضي القضاء وظهور الوزارات. التوجيه، تنظيم عمل الدولة واعتماد مبدأ التدرج في السلطات والمراكز الوظيفية، أدى إلى تطبيق مبدأ التوجيه من أعلى الهرم الإداري إلى أسفل الهرم، وكذلك عملية التحفيز وسهولة الاتصال والتواصل في داخل الدولة. وبناء عليه تم اعتماد التقويم الهجري نظرا لكثرة الخطابات التي كانت تصل إلى قلب اللي هو الخلافة الإسلامية، ولكي يعرف المسلمون هل هذا الشهر من العام الماضي أم من هذا العام، فتم اعتماد التقويم الهجري. الرقابة، إنشاء الدواوين في كثير من المجالات للرقابة على أداء العاملين، مثل ديوان الجند وبيت المال وديوان الحسبة. الآن إلى السؤال السابع: انقل العبارات الآتية إلى جدول المقارنة. لاحظ هنا النموذج الياباني والنموذج الأمريكي. طول فترة التوظيف، النموذج الياباني عندهم التوظيف مدى الحياة، أما في النموذج الأمريكي فالتوظيف هو عبارة عن مدة قصيرة الأجل. أما فعندما نتحدث عن أسلوب اتخاذ القرارات، فهنا اتخاذ قرارات جماعية، ولكنه هنا اتخاذ قرارات فردية. تحديد المسؤولية، هنا المسؤولية جماعية، ولكن هنا المسؤولية فردية. سرعة التقويم والترقية، بطيء التقويم والترقية، هنا سرعة التقويم والترقية. ميكانيكية الرقابة، هنا الرقابة ضمنية، لكنها هنا صريحة وواضحة. التخصص الوظيفي، تدرج وظيفي غير متخصص، هنا تدرج وظيفي متخصص. طبيعة الاهتمام بالموظف، هنا اهتمام كلي بالموظف، أما هنا في النموذج الأمريكي فهو اهتماما جزئيا. الآن إلى السؤال الأخير، السؤال الثامن: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. عندما نتحدث عن الحاجات العليا أو الثانوية في سلم حاجات ماسلو، فإننا نتحقق عن تحقيق الذات. الملقب بأبي الإدارة العلمية هو فريدريك تايلور. ما المدرسة التي اهتمت بدراسة الحركة والزمن؟ المدرسة الكلاسيكية. أي من الإسهامات الإدارية الآتية يمثل إنشاء الدواوين؟ المدرسة الإسلامية.
أي من المدارس الآتية يعد جورج إلتون مايو من أبرز علمائها؟ المدرسة السلوكية. البند السادس، الرائد الأول في تطوير مفهوم البيروقراطية هو ماكس فيبر. أي نظرية مما يأتي تعد العبارة الآتية جوهرها كون العاملين محبين للعمل ويرغبون في تحمل المسؤولية ولديهم قدرات إبداعية؟ نموذج واي. إلى ما يشير تصرف المدير بناء على الحالة التي تواجهه عند اتخاذ قراره عند تطبيق النظرية الموقفية؟ نشكركم على كرم المشاهدة ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.